استغلالة وضع حيوان بري في قفص مثلا. اه بص، على حسب الحيوان. يعني ايه؟ يعني مثلا انت جبت قطه وحطيتها في قفص، معنى كده ان انت امنت غدر ومعاك مفتاحك وكل حاجه، غدر امراه امنت غدرها. يعني القطه دايما ست بس ايه، شريره. يعني حيوان بقى من الحيوانات الفاسقه، الفار والغراب والعقرب والتعبان والقصص دي، دخلتيه وقفلتي عليه، خلي بالك لان هو ليه اساليبه في الخروج، لان القفص مفتح. فاحذر مكر برضو عدو، يعني ما تثقش وترتاح قوي يعني كده.